تختلط عليك مشاعر كتيرة لما بلش يقرب موعد السفر. انت عمالهم ببلشوا البعثة الطبية تحكي لك انه مثلا يوم الاثنين القادم سفرنا او خروجنا من غزة. اول شعور بتشعره هو شعور الخذلان مرة تانية اللي انت كنت تشعره قبل ما تدخل غزة. انت الان بسبب جنسيتك اللي هي غير فلسطينية او انه بسبب انك انت مش من اهل غزة لك القدرة بكل سهولة انهم يرتبوا لك خروج. فاول شعور بلش تشعر شعور الخذلان مرة تانية، وهذا الشعور بيكون اعمق بكتير، خصوصا انك صار لك تقريبا شهر كامل معهم، اكلت معهم، شربت معهم، عشت معهم، كونت علاقات قوية جدا معهم، عرفت قديش هدول الناس طيبين، قديش هدول الناس بيعانوا بيقاسوا من هذا الظلم الكبير من القريب قبل الغريب. ولما يبلش الوقت تصير اقرب واقرب، هذا الشعور بتفاقم اكتر واكتر. اخر بتذكر اخر ليلة اللي بغزة كنا عاملين جلسة رائعة مع شباب قسم الجراحة، هي جلسة سمر بميتها، أفطرنا مع بعض، كانوا الشباب عازمين على الفطور الله يرضى عنهم. وبعدها جلسنا بعد التراويح جلسة سمر نحاول نشد من عزيمتهم، نرفع معنويتهم، نذكرهم بأهمية دورهم، ونحاول قدر الإمكان ندعم صمودهم باللي نقدر عليه، بالكلمة بالضحكة. ولكن لما يجي وقت الرحيل أو وقت فترة يعني وقت الوداع، ما بنتابك إلا شعور العجز مرة تانية، وشعور الخذلان مرة ثالثة، وشعور التقصير بحقهم مرة رابعة، إنه الآن أنت ستنجو بحياتك وتتركهم أغلبيتهم لمصير مجهول بسبب حرب الإبادة البشعة اللي بيقوم فيها الجيش الصهيوني ضد هدول الناس البريئين، وبنفس الوقت من خذلان عالمي شديد جدا من القريب قبل البعيد.